وللمزيد حول هذه الإنجازات الإسكانية في المملكة يسرنا أن يكون معنا في هذه النشرة سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. مساء الخير سعادة الوزير، ونشكر لكم حضوركم مساء الخير لك أخت مريم، ومساء الخير للجمهور، وأنا أيضا سعيد بهذه الاستضافة. أهلا بك سعادة الوزير. من المعروف أن الملف الإسكاني من الملفات الحساسة والمرتبطة مباشرة بالمواطن في المملكة، وكان هناك أثر كبير لأوامر سمو ولي العهد الأخيرة في التسريع في توزيع الوحدات الإسكانية في مختلف مدن المملكة. لو تحدثنا عن خطوات الوزارة في ترجمة هذه الأوامر إلى أرض الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنتهز هذه الفرصة بأن أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة أسمى آيات العرفان والتقدير والولاء على رعايته السامية لهذا الملف، واللي تتجلى بكل وضوح في ما وصل له الملف الإسكاني من دعم ويخطي خطوات كبيرة. والشكر أيضا موصول لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على دعمه الكبير في الحقيقة، واللي يمتد إلى سنوات من تقديم الدعم اللازم والمطلوب للملف الإسكاني. الملف الإسكاني ملف ضخم وملف كبير، إنما ولله الحمد وفقنا بأن تبنت اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد هذا الملف تبني خاص، وأفردت له في الحقيقة مساحة كبيرة في اجتماعاتها الدورية، وانتقلنا في الحقيقة إلى أن أصبح هناك شراكة فعلية مع مكتب النائب الأول من خلال وضع منظومة رصد ومتابعة. هذا الملف الحقيقة وهذا التكليف بإنشاء 25,000 وحدة سكنية ليس بسيط. هذه أضخم مشروع حقيقة لوزارة الإسكان. حسب تقديري أن نحتاج 8 إلى 10 سنوات لإنجاز هذا العدد. وإنما نحن مكلفون في إنجازه خلال 4 سنوات. فمما يستدعي درجة عالية من المتابعة والتنسيق والاهتمام وأيضا حسن الإدارة. بالتأكيد. ولله الحمد استطعنا من خلال المنظومة المشتركة بيننا وبين مكتب سمو النائب الأول، واهتمام أيضا اللجنة التنسيقية برئاسة سموه والأوامر التي صدرت من سموه، أن استطاعت الوزارة أن تنتقل من مرحلة تنفيذ هذه المشاريع إلى مرحلة تسليم هذه المشاريع بكل سلاسة ويسر وسهولة. استطعنا من خلالها حقيقة البداية كانت في تزامنت مع شهر رمضان المبارك مع العيد في عام 2016، أول دفعة 3,000، ومن ثم انتقلنا بعدها في نفس العام إلى 3,000، ومن ثم في 2017 إلى 4,000، والآن يعني بدأنا منذ فترة أظن بناء على أمر سموه بتخصيص وتوزيع 4,800 وحدة سكنية. هذه الأعداد أعداد ضخمة غير مسبوقة، لكن لله الحمد هناك توفيق من رب العالمين. بالتأكيد. وهناك إرادة ودعم كبير من الحكومة الموقرة. نعم، تحدثت عن إنجاز كبير والتحدي كان حتى أكبر. نعم. ولكنكم بفضل من الله تعالى وبفضل التنسيق مع مكتب النائب الأول استطعتم تحقيق هذا الإنجاز. لو تحدثنا عن أهم العوامل التي ساهمت في تسريع وتيرة توزيع هذه الوحدات. نعم. السكنية في الحقيقة يمكن نرجع إلى برنامج حمل عمل حكومة. نعم. برنامج عمل حكومة أوجد لنا المطلوب وأوجد لنا حجم الملف وأوجد لنا التحدي. نعم. وهذا بحد ذاته هو فرض علينا حسن الاستعداد وحسن التنسيق وإعداد الخطط الكفيلة لإنجاز ما ورد في برنامج عمل الحكومة في هذا الوقت القصير. نعم. ما ينطبق علينا إحنا في وزارة الإسكان أيضا وجدنا الراعي والداعم في كل دوائر الحكومة. نعم. واللجان التي كلفت أيضا بمتابعة مشاريع الدولة بشكل عام،
وايضا ارى ان من عوامل النجاح كانت في الشراكه الفعليه مع مكتب النائب الاول، ومثل ما بينت اللي ايجاد منظومه الرصد والمتابعه اللي كانت كفيله في الحقيقه ان ترصد حجم العمل ومتابعه سير العمل والتدخل في معالجة المواضيع في الوقت المناسب. نعم سعادة الوزير، نبارك لكم إنجازكم ونتمنى لكم المزيد من الإنجازات مستقبلا. بالتأكيد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، شكرا لوجودك. شكرا، مشكورين على الاستضافة. شكرا.